المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة تحضير الكتر أو الشيرة أو السيرو بطريقة جد بسيطة وسهلة لسقي الحلويات والكيك. نبدأ على بركة الله. لدينا 250 غرام من السكر، ونصف لتر من الماء، وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من ماء الزهر. أضيف السكر إلى الماء، أضع الخليط فوق نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر. بعد ذوبان السكر أضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وأترك الخليط فوق نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان. كما تلاحظون أن القدر قد وصل إلى درجة الغليان، أقوم بخفض درجة الموقد من متوسطة إلى هادئة، ثم أضيف ملعقة كبيرة من ماء الزهر وأترك القدر ليغلي لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق أقوم بإزالة القدر من فوق النار وأتركه لكي يبرد، ثم أفرغه في قنينة من زجاج. وأحتفظ به في الثلاجة إلى وقت الحاجة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.